السلام الله عليكم الإخوان الأخوات متتبعي قناة بروفيسيون الأونتيك أو احتراف الأونتيك. اليوم إن شاء الله غادي نكمل الموضوع اللي كنا بدينا ديال اليازيك، يعني كنا درنا واحد شوية، يعني عرفنا شي شوية على اليازيك، يعني مني كتجي المصدر ديالها، يعني كيفاش كتخترق الغلاف الجوي وعلاش كتجيب واحد الدرجة، يعني درجة حرارة كبيرة، يعني كتهبط بحال شكل جمرة حمراء كتطيح في الأرض بواحد يعني درجة حرارة كبيرة بزاف. اليوم إن شاء الله غادي نحاولو نزيدو نتعرفو أكثر على النيازك، وبالتالي يعني كنشوفو بأن النيازك كدور حول الشمس بواحد السرعة، يعني كتختلف السرعة ديالها، أو يعني من حتى لربعين كيلومتر في الثانية، وكتضاعف يعني هاد السرعة ملي كتخترق الغلاف الجوي، يعني واحد السرعة كبيرة. دونك يعني ملي كتخترق الغلاف الجوي في اتجاه الأرض كتكون بشكل يعني بشكل رأسي، وبالتالي كتضاف يعني كتكون هابطة نيشان، يعني بواحد كتضاف لها يعني السرعة، يعني النيزك كتضاف له السرعة اللي كدور بها الأرض حول الشمس، واللي كتقدر يعني كتقدر بواحد 30 كيلومتر في الثانية، يعني دوران الكرة الأرضية. دونك ملي كيخترق يعني النيزك يعني الغلاف الجوي وكتضاف له يعني ديك السرعة، كيوصل حتى ل70 كيلومتر في الثانية، يعني سرعة خارقة بزاف اللي كتشكل خطر يعني حتى على الحيوان وعلى الطبيعة وعلى حتى البشر، البلاصة اللي غطيح فيها. بالنسبة للتحاليل اللي كيديروا عليها الخبراء، يعني النيزك اللي كطيح على سطح الأرض كيلقاو واحد اختلاف بيناتهم من حيث المواد اللي كتواجد، يعني كتواجد بداخل الأجسام الصخرية، وكيجتمعوا في مكونين وهما الصخور ومعدن الحديد. سبحان الله العظيم، هذا بالنسبة للحديد، يعني فكرتني في واحد الآية يعني كاينة في القرآن ديال الحديد، بعد قول الله عز وجل بعد رجيم بعد قول الله عز وجل وأنزلنا الحديد، يعني الحديد سبحان الله العظيم ما تخلقش، نزل من السماء سبحان الله العظيم، لأن الحديد كيكون فيه واحد كيحتاج واحد الطاقة كبيرة باش يتشكل الحديد، وهذا يعني حتى هذا يعني من بين الأدلة اللي اكتشفوا هاد الأحجار هذه، يعني كيحاولوا يبحثوا كتنزل يعني فيها واحد النسبة كبيرة من الحديد. دونك الشكل ديال النيازك ما كيكونش منتظم بالنسبة للملمس، بالنسبة للملمس يعني ملي كدوز على يدك، وكيكون يعني من أملس ناعم إلى خشن. دونك وعليه صنفوا النيازك من حيث التكوين إلى 3 أنواع. النوع الأول يعني النيازك الصخرية، وهي النيازك اللي كتكون من الصخور، وهاد الصخور ما كتختلفش عن الصخور اللي كتواجد على سطح الكرة الأرضية من حيث التركيبة والشبه. هذا النوع من أكبر نيازك سقوطا، يعني كينزل بزاف على سطح الأرض بنسبة 90%، وكيتميز النيزك الصخري بالشكل الكروي نسبيا. بالنسبة للنوع الثاني النيازك الحديدية، والتصنيفات كتجي من حيث المواد اللي كتكون النيزك، حيث النيزك الصخري كيحتوي على صخور في التركيبة ديالو، والنيازك الحديدية كيحتوي على 91% من محتوياته بشكل عام، وكيبقى 1% المعدن النيكل. وهذا النوع كيشكل يعني من حيث سقوطه على الكرة الأرضية 1.5%. دونك النوع الثالث يعني هي النيازك الصخرية الحديدية، هذا النوع كيجتمع بين خواص النيازك الصخرية والحديدية وشكلها الكروي كيجعلها تتناسب إلى النيازك الصخرية، أما مكوناتها من معدن الحديد والنيكل، وأيضا كمية قليلة من بعض المعادن الأخرى مثل الكوبالت، كتشكل نسبة سقوطها على سطح الأرض 7%. دوك للإشارة فقط الإخوان الأخوات، يعني المعلومات اللي كنحاولوا نجبدوها يعني أو لا نقلبوا عليها أو لا نبحثوا عليها مهمة بزاف. علاش؟ لأن أي واحد يعني كيهتم بمجال ديال النيازك والأحجار خاصو يكون ضبط، يعني عارف معلومات على هاد النيازك ولا هاد الصخور هادي اللي كتنزل من السماء من كواكب اخرى، يعني كيفاش كيكون الشكل ديالها، كيفاش كيكون الملمس ديالها،
الحجم ديالها يعني الى اخره، واحد من المعلومات باش كيضبط كيضبط يعني النيزك، كيعرفوا كيفاش كيتشكل ومني كيتشكل وكيفاش تدخل الغلاف الجوي، ومن اللي دخل الغلاف الجوي شنو وقع له باش ما يطيحش ضحية النصب. يعني تقول بيشري حجرة مثلا، او ولا مثلا يبيع بواحد الثمن يعني. دونك خصو يكون يعني ضليع بالمجال، كيعرف يعني المجال، كيقرب المجال اكثر، كيعرف معلومات. خصك تقرا قبل ما تتعاطى المجال، تبحث تجتهد وتعرف يعني تعرف معلومات عاد تدخل. دونك نعطيك مثال، مثلا واحد مثلا عنده بيرمي، هو عنده بيرمي مثلا، ولكن ماشي بالضرورة كيعرف يسوق. دونك خصو يدخل ويقرا ويبحث ويتعلم مع شي واحد مثلا يعلمو السياقة، عادي ينوض يسوق. هكذاك المجال الإخوان، يعني أي مجال، نيازيك، أحجار كريمة، أي مجال تهتم به أو لا تدخل يعني تبيع وتشري فيه وتبحث فيه، وهذا خصك تجتهد فيه وتبحث فيه وتحاول توصل لواحد أكبر عدد من المعلومات، وهكاك وما توقفش وتزيد تجتهد، وفعلا غتحقق فيه واحد المكاسب مادية. لأن فعلا نيازيك يعني يعني الإنسان اللي احتك بهذا المجال هذا ديال النيازيك كيكتشف يعني مسائل عظيمة. وأنا أكيد أن إنسان إلى يعني حقق واحد الكمية كبيرة من المعلومات، غادي يحقق فيه مكاسب مادية خيالية. أكيد الإخوان، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وشكرا لكم، ونتمنى يعني الدعم. السلام عليكم ورحمة الله.